بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لربكم بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من ربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ.
فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ
والأرض لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه إلا وحيا أو من وراء حجاب وما كان لبشر أرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء
يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي صراط مستقيم وكذلك أوحينا إليك روحا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. استمعنا ايانا واياكم لذلكم العالم القراني لزعيم فاضلة الاستاذ القارئ الشيخ محمد سالم عامر قارئ مسجد الازهر الشريف في مدينة القاهرة. اما الصوت والثوب والمعرض الفني ركبت وجهزا تحت ادارة واشراف اولاد الحاج محمد خشب المقيمين باصلاح ابو حمار وكل من جاءنا بالعزاء فكان سعيه مشكور.